يشكو الخطباء والأئمة في محافظة إبن من تصاعد سياسة القمع والتضييق عليهم ومصادرة حرياتهم الدينية والفكرية من قبل الحوثيين. وفي تقرير له يسرد الموقع بوست كيف عملت جماعة الحوثي على منع الشيخ الحميدي من إلقاء الخطب في مسجد البر وتكليف خطيب تابع للجماعة بدلا عنه، ما اضطره إلى مغادرة البلاد وكذلك منعها لخطيب الجامع الكبير بالمدينة الشيخ عرفات الشريف وغيرهم ممن ينتمون إلى المذهب الشافعي. وبحسب الموقع فإن جماعة الحوثي لم تكتفي بإقصاء الخطباء وتهميشهم، بل قامت بفرض نوع معين من التمذهب، حيث قامت بتغيير أسماء بعض الجوامع وإضفاء الطابع الطائفي وتعليق شعارها على قبلة ومداخل تلك المساجد وطلاء مآذنها باللون الأخضر الذي يعبر عن مذهب الجماعة، وهي من ضمن محاولات عديدة لجماعة الحوثي لتطيف المجتمع وصبغه بالصبغة الشيعية التي لا تملك أي حاضنة شعبية بالمحافظة.